دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز اهم الاخبار والانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وألقى مدبولي كلمة مصر خلال الجلسة، حيث شدد على ضرورة إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وبما يمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جادة. تستأنف اليوم رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي، وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي خلال الجلسة اللائحة التنفيذية للعمل الأهلي وأهم المعوقات التي تواجهه، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة متطلبات حرية البحث العلمي والتفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج. هذا ومن المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء المقبل رابع جلسات المحور الاقتصادي لمناقشة إصلاح الإدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك أن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق نار جديد مدته 72 ساعة ابتداء من اليوم. وأضافت الرياض وواشنطن في البيان أن الطرفين سوف يمتنعان خلال الهدنة عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، وكذا الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى العاصمة الصينية بكين وسط فتور بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبعد تأجيل الزيارة في فبراير الماضي بسبب تحليق ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي. وسيكون بلينكين أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود فرصة لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود في مياه تسيطر عليها روسيا. وأكد بيسكوف أنه لا يمكن التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، متوقعا ألا تكون هناك فرصة لتمديد الاتفاق. أصيب 12 شرطيا في فرنسا خلال اشتباكات مع متظاهرين في مقاطعة سافوي، حيث تحول احتجاج على مشروع لمد خط للقطارات فائقة السرعة في جبال الألب إلى أعمال عنف. وتجمع نحو 2000 متظاهر في مورين فالي للاعتراض على إقامة خط للسكك الحديدية يشمل إنشاء نفق للربط بين مدينة ليون الفرنسية وتورين الإيطالية. ومن جانبه قال رئيس منطقة سافوي فرانسوا فرافير إن المحتجين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة، مما دفع الشرطة للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وهو ما تسبب في إصابة أحد المحتجين. أعلنت السلطات في ولاية ريو جراند دو سول بجنوب البرازيل أن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة. وقالت حكومة الولاية في بيان صحفي إن عاصفات تسببت في هطول أمطار غزيرة، مضيفة أن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عن 20 شخصا ما زالوا في عدد المفقودين. ختام موجز 9 فاصل، ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.